عليكم الجمهور المغربي، كنتمنى نكون اليوم مع الدراري على ود الماتش موريتانيا بوروندي، ولكن كما عارفين في هاد لا سيتواسيون ديال كوفيد و لي بروبليم ديال لي زاوتورازاسيون وكل شيء، انا ديما موجود نكون لعب مع ليكيب ناسيونال. وبغيت نشكر لو كوتش ومصطفى وميستر بريزيدون على الفرصة اللي عطاوني باش نرجع ليكيب ناسيونال ونكونتينوي هاد الحلم ديالي اللي كان عندي من صغري. وإن شاء الله الدراري واخا ما كاينش الله يسهل عليهم، وإن شاء الله نتكواليفيكاو والمرة الجاية أنا كيما قلت لكم دائما موجود فوقكم، فوقكم ما بغيت بلادي أنا معهم.